اتصور ان هو ده السيناريو اللي هيكون الانسب. هو هناك الان ثلاثه سيناريوهات كبيره موجوده داخل السوق. السيناريو الاول هو ان يتم طرح الرخصه في مزايده، وان يتم تقديم اذا رغبت بعض الشركات بتمتلك حصص، سواء مصريه اتصالات او غيرها تمتلك حصص الان من شركات محمول اخرى، سواء كانت حصه اقليه او حصه اغلبيه، بتعهدات بانها تقوم بالتخرج من هذه الحصص في حاله فوزها بهذه الرخصه وقبل تفعيلها من العمل، وهو اتجاه كان متواجد في فترات كثيره. هذا السيناريو هو الارجح حتى هذه اللحظه. السيناريو الاخر هو أن يتم طرح هذه الرخصة بالأمر المباشر، وفي هذه الحالة أنا أتصور أن هذا الأمر سوف يخل بقواعد المنافسة داخل السوق المصري، وهيعطي مزايا للشركة اللي هيتم التخصيص لها بصورة لا أتصور أنها سوف تكون مرحبا بها في هذا التوقيت. السيناريو الثالث هو فكرة أن تقوم شركة المصرية للاتصالات ضمن كونسورتيوم كبير، ليس كونسورتيوم هي فقط الموجودة فيه، وموجود فيه عدد من الشركات سواء العالمية أو المحلية أو هي أو شركات أخرى، ثم تقوم بالتقدم لهذا العرض. اتصور ان ده سيناريو من السيناريوهات المرجحه جدا في هذا التوقيت. اولا سوف يسمح للشركه بان تقوم بحق الاداره، وهو امر سوف يستلزم فقط ضمانات بالنسبه لمشاركتها في شركه فودافون، وهو امر سوف يكون عليه العديد من الخلافات ليس فقط مع الحكومه المصريه نتيجه وجود مساهمه حاكمه او مساهمه كبيره في كلا الشركتين، لكن ايضا من خلال شركه فودافون العالميه التي لا اتصور انها سوف تكون مرحبه بوجود شريك لها كمشغل ايضا ومنافس لها. هذا الامر سوف يكون فيه الكثير من النقاط التي عليها عمل استفهام، لهذا سوف يكون في هذه الحاله ايضا سوف نرجع الى السيناريو الاول مره اخرى، وهو التخارج من هذه الحصه، وهو امر لا اتصور ان مصرية الاتصالات سوف تكون مرحبه به بسهوله، لان شركه فودافون اولا بتمثل جانب رئيسي من ايرادات الشركه وارباحها، العنصر الثاني ايضا هي انها شركه بتعمل ولها حصه سوقيه كبير وبتحقق معدلات نمو في الارباح جيده جدا. ثالثا ان الشبكات المحموله الافتراضيه عاده ما بتحقق ارباحا بعد العام الثالث او نهايه العام النص الثاني من العام الثاني، وهو امر اتصور من وجهه نظري انه سوف يكون من الصعب ان يكون فيه بعضا من التخلي من جانب مصرية للاتصالات عن حصه مساهمتها الحاليه اللي بتحقق فيها ربحيه في شركه مثل فودافون في مقابل ان تحصل على هذا الامر، الا اذا كان هناك امر اخر او انها بتسعى لتحقيق عوائد استثماريه كبيره من تخرجها من هذه الحصة، وهو أمر أيضا سوف تعود فيه إلى الشريك الرئيسي معه شركة فودافون العالمية، أمور أتصور أنها لا زالت فيها الكثير من التعقيدات ولا يمكن الجزم بوضعها. ولكن لا أتصور حتى هذه اللحظة أن الشركة المصرية للاتصالات بتسعى، وده واضح جدا حتى في نتائج أعمالها وتصريحات مسؤولية في الجمعية العمومية الأخيرة، لإعادة هيكلة شاملة بالنسبة للشركة والعمل على تنمية معدات الإيرادات التشغيلية بالنسبة لها، خاصة أنها بتعتمد بشكل رئيسي في ربحيتها خلال الفترة الماضية على مصدر أو مصدرين فقط للأرباح، وهو أمر يحتاج الآن إلى مزيدا من إعادة الهيكلة والتطوير بالنسبة لأداء الشركة في الفترة القادمة. نعم، طيب خلينا نتكلم على وضع القطاعات، قطاعات لمجموعة الشركات التي أعلنت عن نتائجها، برأيك أي القطاعات قد يعني يكون فائز أو رابح بالنسبة لنتائج النصفية، يعني أكثر من 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 ترجيح القطاعات الأخرى؟ حتى هذه اللحظة الواضح جدا أو اللي بيعطي في بعض الشركات وليس كلها نتائج أعمال اللي يمكن كانت تفوق التوقعات نسبيا هو قطاع الإسكان والعقارات. قطاع مواد البناء والتشييد لازال حتى هذه اللحظة هو قطاع مستقر في عدد كبير من شركاته بالنسبة لمعدلات نمو ربحية، ولكن الإسكان حتى هذه اللحظة بيعطي بعض من المفاجآت، خاصة أن شركات كثيرة نجحت خلال الربعين نهاية الربع الأول ومطلع الربع الثاني أنها تقوم بعمليات بيع واسعة النطاق بالنسبة لعدد من شركاتها أو عدد من مشروعاتها خلال هذه الفترة، ساهم ده بشكل كبير في تحقيق إيرادات أضيفت إلى القوائم المالية، وده اللي خلق نموا استثنائيا في الأرباح خلال النصف الأول، وكان واضح حتى في نتائج أعمال عدد كبير من هذه الشركات. واضح كذلك أن شهية الشراء في قطاع العقارات بدأت تعود بشكل جديد وبشكل كبير قياسا بما كان الوضع عليه خلال عام الثورة. هذا الأمر معناه ببساطة أن احنا بنتحدث الآن عن بعض من النشاط بدأ يشهده هذا القطاع. قطاع المواد الغذائية أو قطاعات الصناعات الغذائية لازال حتى هذه اللحظة بعض من شركاته محافظ على استقرارية الأرباح، ولكن ليس كلها، لأن هناك بعض من الضغوط بدأت تظهر بشكل استثنائي خاصة في الربع الثاني، سواء بالنسبة لارتفاع تكاليف العمالة نتيجة ارتفاع في الأجور بالنسبة لهم، أو ارتفاع في تكاليف الطاقة، أو ارتفاع في تكلفة المواد الخام خلال هذه الفترة خاصة المستوردة. هذه الأمور بدأت تضغط قليلا على قطاعي الصناعات الغذائية وقطاع الدواء بشكل نسبي، ولكن بعض من هذه الشركات كانت متحوطة بشكل كبير. السلوك ثاني آخر كنا بدأنا نلاحظه من بعض الشركات كان في هناك توقف كامل خلال الفترة السابقة
عن تمويل استثمارات جديده او اجراء عمليات توسعيه، لا، لاحظنا خلال الربع الثاني ظهور شهيه جديده من الشركات لتوسيع الطاقات الانتاجيه او انها تسعى لزياده حصه مساهمتها في بعض الشركات او انها تقلل من الاجراءات اللي كانت بيتم اتخاذها بشكل استثنائي، سواء من خلال زياده حجم الاحتياطيات او تخفيض في حجم المخصصات، عفوا، او زياده في حجم المخصصات. هذه الامور بدانا نلاحظ ان الشركات بقت تتجه الى التوسع فيها، حتى سياسه الاحجام عن الاقتراض اللي كانت بعض الشركات متوقفه عنها خلال عام 2011، بدأنا نلاحظ ان شركات جديده، شركات اخرى بدات تعيد خلال هذه الفتره مفاوضات للحصول على بعض القروض مره اخرى لتمويل بعض من مشروعاتها. هذه الامور من وجهه نظري كلها بتؤكد ان هناك بعض من التفاؤل بدا يظهر في مجتمع الاعمال حتى اليوم. ومع انتهاء الجلسه في 20/8، عدد الشركات المصريه اللي كانت اعلنت عن نتائج اعمالها خلال هذه الفتره وصل لحوالي 80% من الشركات، حوالي 190 شركه من الشركات المدرجه في البورصه المصريه اعلنت عن مؤشرات نتائج اعمالها. 47% من الشركات محققه نموا في الارباح قياسا ب 45% فقط خلال الربع الاول، 35% من الشركات محققه ارباح ولكنها متراجعه قياسا ب 38% في الربع الاول، 18% من الشركات محققه خسائر خلال النصف الاول من هذا العام. اتصور ان ده كان نفس الرقم اللي كان متواجد في نهايه الفتره الماليه خلال الربع الاول من العام الجاري. هذه الامور بتؤكد ان هناك تحسن بدا يظهر لدى الشركات، بدا يكون بعض من الالتزام لديها، بدانا نلاحظ نوعا من الانواع في النشاط من جانب الشركات في القوائم الماليه بالنسبه لها. نسبة الاقتراض حتى الآن إلى رأس المال أو إلى حقوق الملكية لازالت عند مستويات أتصور إنها آمنة في أغلب الشركات، وهو أمر بيتيح خلال الفترة المقبلة بعضا من الشهية التوسعية بالنسبة لها. أتصور أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من عمليات استحواذات، أتصور أن الفترة المقبلة سوف تشهد نموا في معدلات الاستثمارات من جانب الشركات، أتصور أن الفترة المقبلة قد تشهد طروحات لاكتتابات زيادة رؤوس أموال من جانب عدد من الشركات خلال الفترة القادمة. طيب بشكل عام يعني بعد العيد، هل يعني نحن لدينا توجه جديد للسوق خصوصا بعد التطورات السياسية التي حملت نوع من الاستقرار، يعني تشكيل الحكومة وما إلى ذلك رغم الاضطرابات التي حصلت مؤخرا في سيناء؟ السوق كيف استوعبت كل هذه الإجراءات الأخيرة؟ حتى هذه اللحظة يمكن القول بأن حالة التفاؤل وقوة الدفع الموجودة داخل السوق لازالت مستمرة خلال الفترة الحالية. هناك ظواهر كثيرة بتؤكد ذلك، سواء حتى من جانب نشاط تعاملات المؤسسات أو تحول الأجانب واستمراريتهم في الشراء خلافا لما كان سلوكهم عليه خلال الأربعين الأول. طب شو اللي شجعهم للشراء محسن؟ شو اللي شجع الأجانب اللي كانوا تقريبا يعني بائعين في الفترات الماضية؟ ثلاث عوامل كانوا هما اللي بيخلقوا نوع من انواع الشهيه الشرائيه المبدئيه. العنصر الاول هو ان لا زالت حتى الان اسعار الاسهم عند مستويات مغريه باعاده تكوين مراكز ماليه جديده داخل السوق. العنصر الثاني هو الاصلاحات اللي بدات الحكومه المصريه تقوم بها خلال الفتره الحاليه، وهناك حاله تفاؤل بالنسبه لقرض صندوق النقد الدولي والدعم اللي تم تقديمه من عدد من الدول العربيه. هذه الامور يمكن سببت بعضا من التماسك الاقتصادي. العنصر الثالث ايضا هو مساحه من تحول رؤوس الاموال اللي كانت موجوده في عدد من الاسواق الاوروبيه نتيجه الازمه العالميه، بدأت تبحث عن ملاذات آمنة في الأسواق الناشئة. بدأت تظهر هذه الأموال خلال الأيام الماضية في سوق دبي وأبو ظبي وفي السوق الأردنية وفي السوق المصرية، ولكن حتى الآن لا زلنا نتحدث عن أرقام ضئيلة جدا. لا نستطيع أن نقول حتى الآن أنها استثمارات بقدر ما هي أموال ساخنة بتعود إلى داخل السوق المصري بعد أن انسحبت خلال الربع الثاني على وجه الخصوص من داخل البورصة المصرية، فهي بتعود مرة أخرى إليها. ولكن وضع الاستمرارية أو استمرار البورصة المصرية في هذا الملف أو استمراره في خلال الفترة المقبلة يستلزم الكثير من الأمور، يستلزم إصلاحات داخل السوق، يستلزم مزيدا من الشفافية والإصلاح، يستلزم أن يكون هناك تعديلات في بعض من القواعد، يستلزم أيضا مساحة من الترويج للمؤسسات الدولية، يستلزم إعادة طروحات إلى داخل السوق أو تشجيع شركات جديدة في قطاعات جديدة أن تقيد نفسها داخل البورصة المصرية. أتصور كذلك أن البورصة تأثرت كثير خلال الفترة الماضية بنقص السيولة. وضع السيولة داخل البورصة المصرية هو علامة الاستفهام الأكبر خلال الفترة الحالية، رغم كل النشاط ورغم كل الارتفاع الذي نشهده في المؤشرات، لكن حجم السيولة لم يشهد ارتفاعات مماثلة. هذا الأمر يستلزم الآن معالجة سريعة، يستلزم زيادة دور المؤسسات، يستلزم تشجيع المؤسسات المصرية على أنها تزيد من حجم التعاملات داخل السوق المصري، يستلزم أن نزيد من حجم المعلومات المتاحة للمستثمرين حتى نجذبه لزيادة استثمار داخل السوق، يستلزم تخفيف الضغوط على مستثمر الفرد الذي كان بطلا خلال الفترة الماضية، يستلزم كذلك أدوات تحريك السيولة، تخفيض فترة التسوية تصبح يوما واحدا أو فترة التسوية الواقعية عن النقدية، أن يتم تخفيض بعض من الأعباء اللي موجودة حاليا داخل السوق. كلها أمور تحتاج الآن إلى مزيدا من الاهتمام من إدارة البورصة ورئيس رقابة مالية بعد تجديد الثقة في رئيس البورصة خلال الفترة الماضية. أتصور أنه مطالب الآن